رغم مخاطر ظاهرة زحف الرمال التي أخذت أبعاداً خطيرة، إلا أن الحل بسيط وهو التشجير. في هذا السياق انطلقت عدة مشاريع خاصة بإعادة تأهيل السد الأخضر على غرار ما تشهده ولاية الغواط. ونحن الآن متواجدون في مشروع حزام أخضر متنوع، والذي تكون أهدافه الحد من زحف الرمال ومكافحة التصحر نحو المناطق التلية والمناطق الساحلية. هنا يعني لدينا 70 هكتار موزعة على 3 بلديات: بلدية سبقاك، بلدية أفلو، وبلدية سيدي بوزيد. العديد من العمليات تشملها عملية إعادة تأهيل السد الأخضر بالولاية من إنشاء المسالك الغابية وغرس الأشجار المثمرة، عمليات تتكفل بها محافظة الغابات. قامت محافظة الغابات ولاية الأغواط بإنجاز مشروع السد الأخضر، النسبة لحقت 85% ونسبة التشجير بها 95%. فيما يخص المساحة الإجمالية السابقة للسد الأخضر كانت 26 ألف هكتار، المستحدثة لحقت إلى 395 ألف هكتار بولاية الأغواط، خلالها تنقسم إلى موزعة على 13 بلدية. فيما يخص الإنجازات السد الأخضر، السد الأخضر الحديث هو عبارة عن سد جديد مستحدث في عديد من العمليات، يشمل الكثير من العمليات على غرار السد الأخضر الكلاسيكي القديم اللي كان فيه فقط عبارة عن غراسة وفقط. عبر 13 بلدية يشهد مشروع السد الأخضر بولاية الأغواط تقدماً ملحوظاً من خلال تكثيف عمليات التشجير والسقي اليومي للشجيرات، الهدف رد الاعتبار للمساحات المتضررة من زحف الرمال.